بقى طبعا الاراء النقاد الرياضيين وبينضم لنا كمان النقاد الرياضي الاستاذ سوريا غنيم. طبعا بنرحب بيك في البدايه وعايزين ناخد رايك النهارده بعد حضورك على المؤتمر الصحفي للمهندس محمود طاهر، يمكن شرح باستفاضه كبيره جدا كل اللغط الاختلاف هنا في اللائحه الاسترشاديه، اللائحه الخاصه بالنادي الاهلي. قولي لي انت شايفه الموضوع ده ازاي، وبعدين الهجوم الكبير الفتره اللي فاتت على مجلس اداره النادي الاهلي شايفه ازاي؟ هو بعيدا عن المؤتمر وبعيدا عن المهندس محمود طاهر واعضاء النادي الاهلي الكرام، أنا ناقشت اللائحة الاسترشادية مع أحد خبراء اللوائح، والحقيقة له تحفظات كبيرة جدا جدا، وفي أخطاء كتيرة جدا في اللائحة الاسترشادية، والواضح إن اللائحة الاسترشادية المحاولة منها السيطرة من اللجنة الأولمبية على الرياضة المصرية بشكل عام. طيب اللجنة الأولمبية بتقول في اللائحة الاسترشادية إن هي بتدي الحق للجمعيات العمومية، بتدي الحق للجمعيات العمومية من ناحية، لكن هي الخيط والمفتاح في إيديها هي، زي بالظبط أنا بديكي حتة شوكولاتة، لكن حتة الشوكولاتة دي أنا لا أمورك تاخدها ولا ما تاخدهاش. في شوية أخطاء في طبعا في اللائحة الاسترشادية، في بعض العوار في قانون الرياضة اللي خلاص هو طلع، لكن إحنا زي ما المهندس محمود طاهر قال بالنسبه لاعضاء النادي ان احنا خلاص مش هنقدر نعمل حاجه في قانون الرياضه لان هو طلع، لكن من حق الاعضاء الجمعيات العموميه مش النادي الاهلي بس، في الاتحادات وفي كل المؤسسات الرياضيه ان هم يقرروا اللائحه الخاصه بيهم، ده وفقا للميثاق الاولمبي زي ما بيقولوا في الميثاق الاولمبي ده. انا شايفه ان هو فزاعه طول عمره ماسكينه فزاعه عشان ايه يحققوا اللي هم الاهداف اللي هم عايزينها. فاذا كانت اللائحه الاسترشاديه او قانون الرياضه جزء كبير منه اتفصل سوري يعني عشان شخص بعينه يبقى مسيطر، يبقى الله يرحم الرياضه المصريه. بس عايز اسالك كمان يوم 25 بالنسبه للتصويت على اللائحه، خلاص يمكن النادي الاهلي اتخذ يومين، طبعا كان اللائحه الاسترشاديه بتقول يوم واحد، النادي الاهلي اتخذ قرار على يومين، شايف الامور الفتره اللي جايه ممكن تبقى ازاي بالنسبه مع النادي الاهلي ومع اللجنه الاولمبيه؟ لو النادي الاهلي اصر على يومين ربما، وده على ما اعتقد ده اللي ممكن يحصل، ان اللجنه الاولمبيه ده هتعند وممكن يبقى في اي بوادر لابطال الجمعيه العموميه